وللحديث أكثر عن هالفعالية رح يكون معنا اليوم أحد الجهات المنظمة لحفل التكريم، وهو رئيس جمعية المحبة الدكتور أنطون جبلي. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. قبل ما نحكي عن التكريم، خلينا نعرف مشاهدينا شوي عن جمعية المحبة. جمعية المحبة الخيرية في يبرود تأسست عام 2013، وبدأت العمل في يبرود بعد تحرير من قبل الجيش العربي السوري وطرد المجموعات الإرهابية المسلحة. هدفها مساعدة المحتاجين بكافة المجالات وخاصة المجالات الصحية، مساعدة الشباب كمان بكافة المجالات وخاصة المجالات الدراسية. احنا بنساعد المرضى، بنقدم وصفات مزمنة، بنساعدهم ببعض الأمراض، نعمل دورات تعليمية، نعمل نشاطات اجتماعية هدفها زرع البسمة على وجوه المحتاجين، وجوه الأطفال، وجوه كبار السن كمان، هولي فئة لازم نهتم فيها، ومساعدة الشباب بكافة المجالات. نعم، يعني اليوم دكتور قد ايه برأيك في رمزية إقامة حفل التكريم بيبرود، وخاصة بهالأوقات اللي عم نمر فيها؟ طبعا الرمزية واضحة، نحن هاي الاحتفالية انعملت لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، وفيها تكريم لأسر الشهداء، لأبناء الشهداء، وأيضا للأطفال ذوي احتياجات خاصة. لنقول هاي صورة سوريا الحقيقية، هاي صورة يبرود الحقيقية، هاي صورة مجتمعنا اللي ما قدر الإرهاب ولا رح يقدر يمسه أو يأثر عليه. نعم دكتور، يبرود مثل أي منطقة في سوريا قدمت العديد من أولادها شهداء دفاعاً عن سوريا وصون ترابها. خلينا نحكي عن الدعم الاجتماعي والتكافل الاجتماعي اللي عم يكون بيبرود لذوي الشهداء. ذوي الشهداء في يبرود نحن لهم مكتب خاص وعم يتم العناية فيهم، وهذا الأمر عبر تقديم مساعدات شهرية، عبر تقديم إعانات مالية، عبر توظيفهم كمان الدولي. كتير الموضوع أولوي دائما بالتوظيف لأبناء ولذوي الشهداء والاهتمام الاجتماعي فيهم، وهولي فئة ما ممكن ننساهم ولا يوم ولا لحظة، لأنه نحن لولاهم ما كنا عايشين، ولا كان الوطن بقي، ولا كانت المؤامرة انهزمت. نعم دكتور، يعني مثل ما شفنا بالتقرير كان في أجواء ميلادية وجدت بالحفل، خبرنا شوي عن مشاركة كوران المحبة معكم. كوران المحبة نحن أردنا تكون في فقرة فنية فيها أجواء الميلاد وفيها بعض الأغاني الوطنية، لحتى يكون في يعني جو عيد وجو ميلاد السيد المسيح وجو رأس السنة الميلادية، يعني أجواء احتفالية بالإضافة لعملية تكريم الشهداء وأبناء الشهداء. أكيد بدنا نتشكرك دكتور، وبنتمنى لكم التوفيق لجميع أعضاء الجمعية ولجميع الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها على الأرض لجمعية المحبة بيبرود. شكرا كثير لك. بنتشكركم، نحن بنتشكر الإخبارية اللي واكبت الحفل من أوله، بنتشكر كل اللي ساهموا بالحفل، بنتشكر جيشنا العربي السوري، بنحيي شهدائنا الأبرار، بنحيي قائدنا الكبير رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد. شكرا كثير لك دكتور أنطون جبلي رئيس جمعية المحبة، وبنتمنى لكم كل التوفيق والاستمرار بعملكم. يعطيك العافية، شكرا.